سمكة مفترسة وعندها أسنان فتاكة أشبه بالشنيور بالظبط. فكها ممكن تحسه أشبه بفك ديناصور منقرض أو وحش أسطوري، وسريعة جدا لدرجة إنها ممكن تاكل حتة من جسمك في لمح البصر، وحتى مش هتلحق تلاحظ إنها كانت موجودة جنبك أصلا. هكلمكم النهاردة عن واحدة من أخطر أسماك المحيط المفترسة والمخيفة، سمكة البراكودا. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وده عشان توصلكم كل فيديوهاتنا المميزة عن عالم الحيوان. ويلا بينا نبدأ. في غطاس أوروبي اتعرض قبل كده لعضة سمكة البراكودا ونجا منها، ولما اتسأل عن إحساسه بعد الحادثة قال إن كل حاجة بتحصل في لمح البصر، ولا حتى هتلحق تلاحظ إن كان في سمكة قريبة منك وهتهجم عليك. مش هتشوف بعد الهجوم غير زعنفة طويلة عايمة في المية، ويادوب هتاخد بالك إن في حتة لحم مفقودة من جسمك وحواليك بركة من الدم. سمكة البراكودا فعلا سرعتها تخوف حتى لو ما قربتش منك، وبتصل سرعتها أثناء الهجوم ل 57 كيلومتر في الساعة، يعني في ثواني ممكن تلاقي دراعك اتقطع وانفصل عن جسمك قدامك وانت هتكون لسه بتفهم ايه اللي بيحصل. خطورة سمكة البراكودا مش بس بتكمن في أسنانها الحادة اللي بتشبه الخناجر، ولكن وضع أسنانها كمان متناسق بشكل أشبه بالكماشة بالظبط، ولو قفلت بقها على أي حتة لحم في جسم فريستها فتأكد إنها مش هتسيبها غير وهي مقطوعة، حتى إنها بتقدر تشق جسم الإنسان لنصين وبسرعة كبيرة جدا. البراكودا عندها نوعين مختلفين من الأسنان، أسنان كبيرة ودي بتكون مسؤولة إنها تمسك الفريسة بقوة وتمنعها من الهرب، وأسنان صغيرة بتمزق جلد الفريسة زي المنشار لغاية ما تفصله نصين. خلال القرن الماضي اتسببت البراكودا في 25 هجوم على البشر، ومن ضمن ال 25 هجمة دول في هجمتين اتسببوا في وفاة أشخاص بالغين. شكل مجموعة البراكودا وهم ماشيين جنب بعض حقيقي مرعب، مش عارف لو كنت تحت المية وفجأة لقيت نفسي وسطهم ايه اللي ممكن اعمله. كان في قبطان بيحكي انه في مرة كان طالع رحلة صيد مع اصدقائه، وقدروا باستخدام شبكة صيد انهم يصطادوا كمية كبيرة من الاسماك، وبعد ما خلصوا صيد كان السمك اللي في الشبكة بيتحرك بقوة وعاوز يهرب، والحركة دي للأسف جذبت انتباه أسماك البراكودا، ومن سوء حظهم إن المكان كان مليان بأسماك البراكودا العملاقة شديدة الافتراس، وفجأة هجمت أسماك البراكودا على الشبكة وفرتكتها بأسنانها الحادة. قبطان المركب كان بيقول إن محركات المركب اتعطلت لاصطدام البراكودا فيها، وياريتها لما هجمت عليهم اكتفت بالتهامها للأسماك، ولكن ده كمان في سمكة براكودا طارت وهجمت على أحد الركاب اللي كان اسمه مارتن، وفضلت تاكل وتمزق في جسم مارتن وسابته في النهاية غرقان في دمه، وبسرعة نقلوه للمستشفى واحتاج ل 24 غرزة عشان يتم شفائه. أسماك البراكودا بتتغذى في المعتاد على أسماك التونة والبوري والأنسوجة، ولكن ضحاياها الأكثر شيوعا هي سمكة النهاش أصفر الديل. لو شفت البراكودا وهي بتلتهم سمكة النهاش هتحس قد إيه السمكة دي خطيرة جدا، 3 ثواني بالظبط وبتقدر البراكودا إنها تقسم سمكة النهاش نصين. افتراس البراكودا مش بيقتصر على الأسماك والمخلوقات البحرية فقط، ولكنها ممكن تهجم كمان على أي طيور بتقترب من سطح المية. الكوميدي بقى في أسماك البراكودا والمثير للدهشة إنها بتقدر بسهولة جدا تتعرف على الأسماك المريضة والميتة، وعشان كده كل ما الصيادين ينزلوا لها سمكة ميتة في خطاف صنارة أو على حرف رمح فبتهجم عليها البراكودا وبتاكل جسم السمكة من غير ما يحسوا بيها، وبتسيب للصيادين الخطاف أو الرمح فاضيين وبتختفي من قدامهم في لمح البصر، وطبعا مش بيلحقوا يصطادوها بسبب سرعتها الكبيرة. واحدة من أخطر الفرائس اللي بتصطادها البراكودا هي سمكة الأسد. سمكة الأسد بتعتبر سامة جدا وبتتميز بأشواكها الطويلة والحادة، ولكن البراكودا مش بيفرق معاها الأشواك وبتهاجمها وبتقسمها برضو نصين، وبالتالي سمكة الأسد مش بتلحق تدافع عن نفسها ولا تستخدم الأشواك اللي حلتها، يعني حتى أشواك سمكة الأسد مش بتقدر تصد هجوم البراكودا. البراكودا موجودة في كل محيطات العالم تقريبا، وفي 28 نوع مختلف ومعروف للسمكة دي، وبتعتبر البراكودا العملاقة أخطر أنواع البراكودا على الإطلاق. البراكودا العملاقة ممكن طولها يصل ل 2 متر، يعني أطول من طول إنسان بالغ تقريبا، أما وزنها فبيكون في حدود ال 50 كيلو جرام. بعض الأشخاص ذكروا إنهم شافوا براكودا عملاقة تخطى طولها 3 أمتار، ووزنها كمان ضخم جدا وممكن يكون أكبر من ال 100 كيلو جرام. ولكن للأسف السمكة دي في الغالب كانت عايشة في أعماق البحار، والحمد لله إن ما كانش فيه أي دليل موثق على وصول البراكودا للأحجام المخيفة دي. البراكودا العملاقة في الغالب بتفضل تعيش وتصطاد لوحدها، وكان ليها حادثة مشهورة جدا حصلت مؤخرا في المكسيك،
والحادثة باختصار ان كان في مجموعة من السياح كانوا راكبين مركب وفجأة وبدون اي مقدمات لقوا سمكة باراكودا عملاقة خارجة من المية وفتحة بقها في مشهد مرعب جدا، وهجمت على احد السياح وقطمت حتة من دراعه. الباراكودا في العموم بتعتمد على تكنيك الهجوم المفاجئ عشان تمسك فريستها، والمرعب ان لما لون الشمس بيجي عليها بيتحول لونها للون الفضي الشفاف، وبكده في النهار ممكن محدش يقدر يشوفها اثناء هجومها. الباراكودا بتشبه التعابين بشكل كبير، وممكن تحسها اشبه باسماك البيرانا في قوتها وشرستها، ولكن حجم الباراكودا اكبر من البيرانا بمراحل طبعا. الاسم العلمي لسمكة الباراكودا مشتق من الاسم كودا، ودي كلمة لاتينية معناها الرمح المدبب، وطبعا اطلقوا عليها الاسم ده كاشارة للجسم الرفيع والمدبب لاسماك الباراكودا. فاكرين فيلم الكرتون اللي كان اسمه السمكة نيمو؟ طب فاكرين السمكة المرعبة اللي قتلت ام السمكة نيمو في المشاهد الاولى من الفيلم؟ هي دي بقى سمكة الباراكودا. كل المخلوقات ممكن تصاب بالامراض حتى الباراكودا المفترسة. اسماك الباراكودا ممكن احيانا تتعرض للطفيليات داخل وخارج جسمها، وعشان تتخلص الباراكودا من الطفيليات اللي اصابتها فبتحتاج تروح لاماكن خاصة في المحيط بتسمى بمحطات التنظيف، ودي محطات بتحتوي على اسماك صغيرة جاهزة تنظف اي عميل بيجيلهم في اي وقت. كل اللي بتحتاج تعمله الباراكودا انها تقف هادية وتفتح بقها، وبعد كده اسماك التنظيف هتقوم بالواجب وزيادة. سمكة الباراكودا ليها سمعة سيئة جدا في شواطئ مصر وتحديدا في البحر الاحمر، والغواصين بيقولوا انها مش هتهاجمك الا لو ضايقتها، يعني لو حاولت تصطادها بسهم مثلا او جبت نور في عينيها فكده هي هتفهم تلقائيا انك بتحمي العدائية ناحيتها، وفورا هتهجم عليك وهتفضل تعضك في اماكن متفرقة في جسمك، وعضتها هتسبب لك تسمم او تمزق في الانسجة العضلية والشرايين. في بعض البشر حول العالم بيفضلوا اكل اسماك الباراكودا صغيرة الحجم، وده لانها بتكون غنية بالفيتامينات زي فيتامين B2 وB6 مثلا، ولكن الاطباء بينصحوا بعدم تناول اسماك الباراكودا اللي بيتعدى طولها الواحد متر، وده لانها بتتغذى احيانا على طحالب او اسماك سامة زي سمكة الاسد مثلا، ودي حاجة ممكن تسبب لنا حمى واسهال والتهابات مفصلية وعضلية، وممكن كمان تؤدي للتسمم وتسبب الوفاة لبعض الحالات. سمكة الباراكودا ممكن تعيش لغاية ما يصل عمرها ل 14 سنة، وموسم تكاثرها بيكون ما بين شهر ابريل وشهر سبتمبر، وبتنتج الانثى في المرة الواحدة من 5000 ل 300000 بيضة، وبتفضل البويضات المخصبة مستقرة في القاع لغاية ما تفقس، وكل بيضة من ال 300000 دول لما تكبر كفيلة تنهي حياتك حرفيا. وبكده كنت كلمتكم النهاردة عن واحدة من اخطر اسماك المحيطات. يا ترى حابين اكلمكم عن ايه الحلقة الجاية؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات، وقولولي كمان لو هجمتكم في المية ايه اللي ممكن يتعمل. وفي النهاية ياريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وده عشان توصلكم كل فيديوهاتنا المميزة اول باول. كان معاكم اخوكم محمد جابر، واشوفكم على خير قريب جدا في حلقة جديدة.